السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأحد الموافق للسابع من شهر يونيو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي عنونت: الملك يوجه بزيادة الكفالة الشهرية للأيتام والأرامل. العبسي في حوار مع صحيفة الأيام: لا تضييق على القطاع الخاص والتشدد مع تجار الإقامات. وفاتان بسبب فيروس كورونا في يوم واحد فقط. أبواق النظام القطري تواصل التحريض ضد دول الخليج العربي. وإلى صحيفة البلاد والتي نشرت في أولى صفحتها: نواب لا تتهاونوا بالإجراءات الوقائية، وحدات الرملي تنعش الطلب على خدمات البناء. مملكة البحرين ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا. وإلى صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت في أولى صفحتها: وزير المالية 16 جهة حكومية ألغت رسوم 400 خدمة. مطالبات نيابية بتمديد الحزمة الاقتصادية إلى شهر سبتمبر القادم. رفض حكومي لمشروع قانون الاستثمار الجديد وتحذير من آثاره السلبية. 14 يوما عزلا ذاتيا للراغبين في السفر إلى المملكة المتحدة. ومع صحيفة الوطن والتي نشرت: صرف أكياس القمامة آليا بالمحافظات في شهر سبتمبر القادم. الأعلى للبيئة 18 مخالفة لردم وتجريف السواحل في عام 2019. إلى الملف الأبرز والأهم لصباح هذا اليوم مشاهدينا، وهو كوفيد-19. ففي حوار خاص مع صحيفة الأيام، كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، كشف عن الاتجاه لإطلاق منصة افتراضية لمساعدة أصحاب العمل على الاستفادة من فترة تصحيح أوضاع العمالة بحسب الاحتياجات، وذلك في ظل عدم إمكانية استخدام عمالة من الخارج مع انتشار جائحة كورونا. إلى ذلك لفتت صحيفة أخبار الخليج أن النائب الدكتور عبد الله الذوالي صرح بأن عددا من النواب سيقومون اليوم بتقديم اقتراح برغبة لتمديد الحزمة المالية والاقتصادية والتي تأتي لتعزيز الاقتصاد الوطني لمدة 3 أشهر إضافية. كتب الكاتب عباس ناصر مقالا في صحيفة البلاد بعنوان: مرحلة الانتصارات المتوالية. فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال: يعيش العالم اليوم أوقاتا لم تكن متوقعة، فالجميع في حالة ترقب وحذر شديد. وبلا شك أن هذا الظرف الاستثنائي أظهر العديد من الحقائق الغائبة عن الذهن. نجد مملكة البحرين قد سطرت أروع الأمثلة في محاربة الفيروس باعتماد سياسات احترافية عالية برئاسة سمو ولي العهد الأمين للحد من انتشاره وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة. كما قدمت البحرين دعمها الفوري والعاجل للقطاع الخاص الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد عبر عدة مبادرات شملت جل الميادين التجارية. ختاما، لقد أثبتت هذه الأزمة جدارة الحكومة واقتدارها في إدارة الأزمات والطوارئ، وتجلت الفوائد الجمة للعمل المؤسسي في المملكة الذي تديره قيادة حكيمة تمكنت عبر عملها الدؤوب منذ سنين من أن تقف اليوم وقفتها المشرفة. أفادت مديرة مركز التعلم الإلكتروني في جامعة البحرين الدكتورة في بنت عبدالله الخليفة في تصريح خاص لصحيفة الأيام أنه تم تدريب أعضاء هيئة التدريس وممثلين عن الكليات على نظام إدارة التعلم المحدث استعدادا للعام الدراسي المقبل في ظل الفترة الاحترازية لجائحة كورونا.
هذا وبينت صحيفة أخبار الخليج أن سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة دعت جميع المسافرين إلى المملكة المتحدة إلى اتباع قوانين السفر الجديدة التي سيتم تدشينها ابتداء من اليوم الأحد. كتب فيصل الشيخ مقالا بعنوان إقرار العزل المنزلي، هل تساءلتم لماذا؟ فإلى سطور هذا المقال. أقرت البحرين العزل المنزلي ووضعته كخيار أمام أي مصاب، وهذا أمر يمكن ربطه بعدد الحالات المصابة إضافة للطاقة الاستيعابية للمصابين في مختلف مراكز الحجر والعزل والاستشفاء، ما أعلن عنه وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع بشأن الزيادة في الأرقام تقوم في جانب على الاستهتار بالإجراءات الاحترازية بالأخص عملية التباعد الاجتماعي، وفي جانب آخر تزايد الإصابة نتيجة المخالطة خلال أيام إجازة عيد الفطر، وكذلك خروج الأفراد بدون احتياطات إلى أماكن التجمعات للترفيه. هنا لابد من وضع نقاط على الحروف وتذكير كل فرد بأن عليه مسؤولية أولا تجاه نفسه ليتجنب الإصابة والتعرض لمضاعفات، ثانيا عليكم مسؤولية تجاه هذا المجتمع، فلو كل منا استهتر وقلل من أهمية الالتزام بكافة الإجراءات فإن الفوضى ستعم واللامبالاة ستكون سيدة الموقف، بالتالي الأرقام ستزيد، ما يعني تصعيب الأمور على الدولة لاحتوائها والتعامل معها. إلى الأخبار المنوعة، ونطالع من صحيفة الوطن أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله أصدر توجيهات جلالته السامية بزيادة مبلغ الكفالة الشهرية للأيتام والأرامل المكفولين لدى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وذلك للتخفيف من الأعباء المادية للأيتام والأرامل. نشرت صحيفة أخبار الخليج مقالا للكاتب محميد المحميد والذي جاء بعنوان شكرا جلالة الملك المفدى، فإلى هذا المقال. لفتة ملكية إنسانية أبوية رفيعة ومكرمة ملكية سامية مستمرة ومتواصلة، تلك التي اختص بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الأيتام والأرامل البالغ عددهم 11,000 من المكفولين لدى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. تأتي التوجيهات الملكية السامية لتؤكد حرص واهتمام جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في دعم ورعاية فئة مهمة من فئات المجتمع ربما انشغلنا عنها، ولكن جلالة الملك المفدى الوالد القائد كان ينظر لجميع أبناء شعبه بعين المسؤولية والرعاية الكريمة، ملك الإنسانية، سطر مشهدا رائعا وحضاريا في توجيهاته السديدة لدعم الحياة الكريمة لهذه الفئة العزيزة وفي دعمها لتجاوز التحديات التي يواجهها كل أفراد المجتمع جراء تداعيات جائحة كورونا، حيث تأتي هذه المكرمة لتضيف سجلا جديدا من الرعاية المتميزة الشاملة لهم. هذا ونشرت صحيفة الأيام أن أمانة العاصمة بدأت في تنفيذ مبادرة نخدمك بدارك من خلال تغريم أكثر من 16 خدمة لكبار السن وذوي الهمم في منازلهم. بينت صحيفة أخبار الخليج أنه في مساء اليوم الأحد تبدأ النسخة الأولى لبرنامج أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، وذلك عبر الاتصال الإلكتروني المرئي بمشاركة 34 موظفا من منتسبي وزارة الخارجية والجهات الحكومية بمملكة البحرين.
كما ونشرت صحيفة أخبار الخليج أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف قال خلال زيارته للمركز الوطني للاستزراع البحري بمنطقة رأس حيان، قال إن الوزارة ماضية في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي وتوفير الأراضي للمساهمة في هذا الجانب بما يعود على الاقتصاد الغذائي بالمنفعة والتنمية. نقرأ من صحيفة الوطن أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني أعلنت عن أوقات العمل الجديدة والمطولة لمركز خدمات العملاء بدءا من اليوم الأحد، بحيث ستكون أبواب المركز مفتوحة طوال أيام الأسبوع لاستقبال المراجعين ما عدا يوم الجمعة من 7 صباحا وحتى 6 مساء. هذا ونشر الصحيفة الأيام في صفحتها الأخيرة صورة لمراحل خسوف شبه الظل في سماء مملكة البحرين، وذلك على مدى يومين. بات التورط القطري إلى حد النخاع بالتآمر ضد جيرانه وأشقائه طوال سنوات عديدة، حيث دس السم في العسل عبر الإعلام الممنهج. صحيفة الأيام نقلت قول برلمانيين أن الإعلام القطري بأذرعه الأخطبوطية لم يتوقف يوماً عن التحريض ضد دول مجلس التعاون الخليجي والإساءة لها عبر أبواقه الإعلامية، بدءاً من قناة الجزيرة والتي دأبت على نشر التقارير المضللة ضد مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وفي مقال افتتاحي لصحيفة الأيام نقرأ مقالا جاء بعنوان لا عودة للوراء، فإلى أبرز ما جاء في سطور هذا المقال. ربما الجميع استمع إلى التسجيلات الجديدة المسربة لأكثر من محادثة جرت بين أمير دولة قطر السابق حمد بن خليفة الثاني والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وهي تسجيلات تأتي استكمالا للمحادثة الهاتفية الشهيرة بينهما التي يتآمران فيها على اغتيال العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز طيب الله ثراه. بالنسبة للبعض لم تكن هذه التسجيلات مفاجأة لهم، لأنهم على علم ودراية وأصحاب رؤية عميقة لذلك التاريخ الطويل من سلسلة المؤامرات التي ينتهجها النظام القطري مع الجميع. أن نظاما مثل هذا النظام قام على السطو والسلب والنهب والدم والسلاح، إنما هو يستكمل مسيرته المخزية عندما يتآمر على إخوانه وأشقائه. لذلك فإن الدول الأربع قامت بمقاطعة هذا النظام الأرعن لكي تسلم من شره وتحفظ أمنها واستقرارها وسلامة شعوبها. واليوم بعد 3 سنوات من المقاطعة فقد تبين أنه إن كنا قد استطعنا أن نحافظ على أنفسنا من المؤامرات والدسائس مع كل هذا السجل الحافل بالخزي والعار، فهل فعلا تريد الدوحة حلا للمقاطعة؟ وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. وبفن الكاريكاتير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.